المنتخبات المصرية بتشارك بشكل قوي جدا في البطولات المختلفة، بنتكلم هنا على المستوى الدولي، شفنا إنجازات لمنتخب السلاح على سبيل المثال، وشفنا كمان للسكواش، وكمان لسه عندنا بطولات كتيرة جدا ومهمة، وبطولة تحديدا هنا العالم لليد. هنتكلم في كل التفاصيل دي ونتطرق للرياضات الأخرى مع الأستاذ اللي منورنا طبعا، ضيفنا علي البحيري الناقد الرياضي وصديقنا أكيد العزيز برضو. بونجور يا علي، وكل سنه وانت طيب يا رب. يعني بصبح على كل المشاهدين في قناه الاهلي، وبصبح عليكم، وحشتوني جدا، وكل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا رب. سلام. عندنا صحيح ملفات كتير، يعني كره يد تلاقي سلاح موجود غير، وعندنا كمان غيرهم كتير، بس تحب نبتدي ببطوله العالم لكره اليد ولا تحب نبتدي بالسلاح وكاس العالم للسلاح اللي اقيم مؤخرا في ايطاليا ومصر كان ليها مشاركه مميزه فيه؟ اختار ونبتدي. ممكن نبدا بالسلاح عشان كان انجاز كبير جدا، ويعني لقى صدى كبيره جدا الفتره اللي فاتت. كانت بطوله قويه وكان فيها منافسه شرسه، بس الحقيقه لاعبتنا عملوا شغل رائع. انت كيف رايت المشاركه المصريه في النسخه دي من كاس العالم للسلاح؟ يمكن السلاح المصري في الفتره الاخيره او في السنين اللي فاتت بيحقق انجازات كبيره جدا وبطولات عالميه، وبنشوف تصنيف كمان عالمي متقدم لمصر، وفي ناس متصدره التصنيف الدولي والعالمي، دي حاجه طبعا كبيره جدا. يمكن كاس العالم للشباب السيف المبارزه اللي كان في ايطاليا الاخير ده، يمكن مصر حققت ذهبيه الفرق وذهبيه الفردي. ذهبيه الفردي كانت عن طريق البطل محمد السيد طبعا، وذهبيه الفرق لمنتخب مصر اللي مثله طبعا محمد ياسين ويوسف شامل ومحمود السيد ومحمد السيد، يعني كان طبعا حاجه، يعني محمد ياسين طبعا كان حاجة كبيرة جدا. مصر كسبت المنتخبات المصنفة كلها، كسبت الناس اللي كمان بتلعب بطولة على أرضها، طبعا دي كانت حاجة كبيرة جدا. منتخب السلاح بيقدم مستوى عظيم جدا الفترة اللي فاتت. يمكن لو حضرتك تعرف ان سلاح سيف المبارزة المصنف الأول عالميا من في العالم هو مصري محمد ياسين، المصنف الثامن عالميا اللي هو محمد السيد اللي خد الذهب. الله، احنا دعوتنا مستجابه كانت ولا ايه لما كنا بنتكلم على استنساخ السكواش والنجاحات والسيطره والهيمنه المصريه؟ دي حقيقه، دي حقيقه. فمصر قدمت اداء كبير جدا واداء عظيم جدا. يمكن ده بيحصل كتير على فكره في منتخبات الشباب والناشئين في السلاح، مش بس في الكبار. فاحنا بنبني اجيال للسلاح المصري تقدم حاجات كبيره. يمكن اتكلمت مع المهندس عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، اللي طبعا ما شاء الله طبعا انجازات متتاليه في السنين اللي فاتت. يمكن هو طبعا بيتكلم دايما على باريس، كل اللي بيحصل ده عشان باريس 24. طبعا ميداليه غايبه عن السلاح المصري من منذ علاء عبد القاسم في اولمبياد لندن 2012، لكن مصر هدفها باريس. هو بيقول لي ان شاء الله احنا حلمنا في باريس ان احنا نحقق ميداليه، ومش هدفنا ان احنا بس نحقق بطولات دوليه، احنا دايما عايزين استمراريه. مصر مش عايزه تنافس، مصر عايزه تتواجد دايما على منصات التتويج، نرفع علم مصر في كل حته، ده هدفه. بيقول لي انا مش دايما عايز العب على الكبار، انا بلعب على كل المراحل. في الحميه دي كمان دي حقيقه طبعا. ودايما هو كمان بيتكلم معايا ان لعيبه السلاح المصريين غير اي لعبه، بيشوفهم في الملعب ان هم فعلا عندهم مسؤوليه، عايزين فعلا دايما بيخش يلعبوا بكل قوه، بيقتلوا نفسهم في الملعب عشان يشوفوا العالم بيترفع. فهو بيقول لي انا مش عاوز بس ان انا يعني اللعيب ياخد بطوله ويتكرم ويرجع هنا يرجع في البرامج، لا انا عاوز دايما استمراريه، كل جيل بيسلم جيل. قال لي انا خلصت الناشئين دخلت على الشباب، خلصت الشباب دخلت على الكبار، هرجع تاني ابني جيل جديد. فهو الاستمراريه دي مهمه جدا، واللي اتحقق كمان في بطوله كاس العالم كمان لسيف السلاح السيف في المجر، كمان منتخب مصر خد البرونزيه الفرق، وخد كمان البطل احمد هشام السداوي خد برونزيه الفردي، ده انجاز جديد برضو لمصر. يمكن اللي عايز اقول لحضرتك ان محمد ياسين اللي خد ذهبيه الفرق في سلاح سيف المبارزه هو مصنف الاول عالميا، وخد الذهب قبل كده مرتين زي محمد السيد. فاحنا بنكرر انجازات اتحققت قبل كده وبنستمر، وده طبعا ده تطور، وده احنا عاوزينه على طول، وان شاء الله في باريس لازم يكون في ميداليه للسلاح المصري. ما هي دي النقطه علي اللي انا عايزه اتكلم فيها، اللي شويه غامضه بالنسبه لي. يعني احنا عندنا على المستوى الفردي ابطال متالقين جدا في هذه الرياضه تحديدا في السلاح، لكن تيجي تشوف في الاولمبياد مش بنحقق اللي احنا نتمناه او اللي احنا نستحقه. يعني شفنا ده في الاولمبياد اللي فاتت، ونتمنى ان شاء الله يبقى في فارق في باريس 24، بس ليه ما شفناش ده في الاولمبياد الاخيره؟ يعني ايه اللي حصل؟ ليه في طوكيو ما قدرناش نحقق ده؟ اللي عايز اقوله لحضرتك ان في طوكيو اللي فاتت دي، يمكن منتخب مصر حقق نتائج كبيره جدا على مستوى الفرق والفردي. يمكن في الفردي مصر خدت مركز خامس وسادس وثامن. ماشي، انا بتكلم في خامس وسادس، انا بتكلم ليه ما بنبقاش من التوب مثلا 2 او 3؟ ده اللي انا اقصده. لان احنا بنبني جيل جديد. اوكي، يبقى دي نقطه. من 2012 من 2012 هنبني جيل جديد. لما المجلس ده جه من خمس سنين، يعني الدوره الاولى ثلاث سنين والدوره دي عدى منها سنه اربع سنين الكابتن عبد المنعم الحسيني، هم بيبنوا جيل جديد، بيبنوا من تحت.
هو مش بيبص على الكبار اول، هو بيبدا من تحت من الناشئين. القاعده اللي بتبني اجيال متوارثه، والقاعده دي اثبتت يعني نجاحها نجاح كبير جدا مرة في كاس العالم. ليه الفكر ده مش موجود في كل الرياضات المصريه؟ يعني احنا بنتكلم من شويه انا ونهاوند على فكره الهيمنه المصريه في عالم الاسكواش على المستوى الدولي، فرحتني انت دلوقتي لما قلت لنا التفاصيل المتعلقه كمان بلاعيبتنا في السلاح. طب الفكر ده بتاع نبني من الاول ليه مش موجود في كل الرياضات المصريه؟ فبالتالي احنا ليه مش قاعدين بنتكلم عن نجاح مصري مدوي في كل الرياضات؟ الفكر ده بقى موجود في اربع رياضات في مصر دلوقتي، يعني كره اليد من الناشئين والشباب والكبار كلهم متميزين. لو اتكلمنا على الاسكواش نفس الكلام، لو اتكلمنا على الخماسي الحديث نفس الكلام، لو اتكلمنا على السلاح نفس الكلام، ففي اربع رياضات في مصر، مصر بتنافس فيهم على المستوى الدولي والمحلي والعالمي وكمان الاولمبياد. فشايف ان ده تطور كبير جدا، وده بدا يتنقل للعبات تانية زي الكاراتيه برضه. الكاراتيه بدا يخش فيها الموضوع حل. فانا شايف ان دي حاجه كويسه جدا طبعا. ولو اتكلمت مع حضرتك ان في الاولمبياد النتائج اللي اتحققت دي سواء خامس سادس ثامن او في الفرق خامس ثامن ثامن، ده بالنسبه للاولمبياد نتيجه كبيره. ليه؟ لان انت بتلاعب ناس مصنفين واكبر منك في السن وانت بتلعب بشباب صغير. فالشاب الصغير لما بيجيب في الاولمبياد خامس في اول مشاركه ليه وهو بيجيب في المستوى العالمي ذهب، فهو في طوكيو في باريس او في بعد كده في لوس انجلوس نتألق بقى بالظبط. هو ده اللي انا بتكلم ان هو بيبني صح. فاحنا كنا بعاد من 2012، لكن من 2015 وستاشر بدانا نبني وبدانا نمشي صح. حلو، انا هروح معاك هتنقل كده سريعا للسكواش شويه، لان كان في بطوله اخيره طبعا ده بطوله بريطانيا، والناشئين بتوعنا اثبتوا ان احنا ماشيين كده في تراك سليم جدا. احنا بنتكلم ان احنا المصنفين عالميا رجال وسيدات، مصر مهيمنه عليها كمان ناشئين. فاعتقد السكواش من الرياضات اللي احنا فعلا نقدر بجد نروح فيها لمزيد ومزيد من التالق ومزيد من الميداليات. بس تاني هرجع اقول ايه سر التالق من وجهه نظرك تحديدا للرياضه المصريه، او يعني في السكواش في مصر؟ يعني كل دولة بنقول ان هي بترجع او تتألق بناء على تاريخ ليه علاقة بالرياضة دي. السكواش ايه تاريخه مثلا مع مصر؟ عندك معلومة عالية تفهمها لنا. السكواش هو يعني اعتقد انا وجهة نظري من زمان ان مصر مهتمة باللعبة، بس يرجع السبب او النجاح فيها لأولياء الامور. اولياء الامور بيهتموا باللعبه فعلا، وبيودوا اولادهم مدارس تعليم للسكواش، وبيسفروهم معسكرات على حسابهم، وهي طبعا لعبه مكلفه جدا. فانا شايف ان الاهتمام بيها من اولياء الامور مع كمان الاتحاد ومع الدعم والحاجات دي كلها هو ده اللي بيفرق. وبعدين بتدرب مع مدربين اجانب وبتطلع بره وتحتك بمدارس اوروبيه وعالميه، فانت وصلت لمستوى كبير جدا. يمكن في الاسكواش دلوقتي التصنيف العالمي للاسكواش سواء رجال او سيدات مصر. اتفضل بص وراك اهو يا فندم. علي فرج علي فرج وادي دجله، مصطفى عسل للنادي الاهلي، فالجار، محمد الشرباجي، دياجو الياس، مروان الشرباجي، طارق مؤمن، فارس الدسوقي، فيكتور جراون، ومازن هشام. يعني ست لعيبه او سبع لعيبه في اول عشرة، ومنهم اول اتنين من مصر. ودي حاجه كبيره. ويمكن مش بس اول اتنين من مصر، اول اتنين من مصر لكن كمان بياخدوا بطولات. وعندك سابع وثامن مصر برضه. ولو رحنا للسيدات اول ثلاثه في السيدات مصريين، سواء نوران جوهر او نور الشربيني او هاني الحمامي. وعلى فكره الثلاثه مصريين، ونفس الكلام ينطبق على رقم خمسه محمد الشرباجي محطوط جنب منه العالم البريطاني طبعا بحكم حصوله على الجنسيه مؤخرا. احنا بنتكلم على لعيب مصري طبعا، حقيقي صناعه مصريه. فاحنا بنتكلم ان في الاسكواش الدنيا يعني قويه جدا. اللعبه طبعا للاسف مش اولمبيه، لكن احنا في كل المستويات بناخد فيها. يمكن احنا عندنا رياضات ثانيه، يعني لو مثلا نقف ثواني كده عند تنس الطاوله مثلا، باستثناء هنا جوده، باستثناء اربع خمس اسماء بالكثير، ما تهيأليش ان في اسماء لاكثر من كده. بس احنا بنتكلم على رياضه موجوده في الثقافه المصريه من قديم الازل، حتى في الكوره والكفور والنجوع لازم تلاقي حتى جنب اي قهوه ترابيزه بينج بونج. فاحنا في رياضات معينه احنا من غير حاجه بنمارسها بشكل تلقائي من واحنا اطفال، ومع هذا حجم النجاحات اللي بتتحقق فيها كما مش كيفا، كما لا تتسق بالمره مع اللي المفروض تكون عليه. لان حضرتك الرياضات دي ما كانش فيه الاهتمام بيها زمان زي دلوقتي. يعني انا شايف ان دلوقتي تنس الطاوله بقى فيه اهتمام اكبر من زمان. يمكن هي لعبه طبعا من قديم الازل، ومصر كانت متفوقه فيها على المستوى الافريقي، دي حقيقه. بس انا شايف دلوقتي عندنا خمس ست لعيبه بينافسوا مستويات دوليه طبعا، وكمان ممكن ينافسوا الاولمبيات. عمر عصر، اولاد النادي الاهلي برضو عايزين ناكد هنا طبعا منهم بالظبط، عمر عصر وخالد عصر، وعندنا دينا مشرف، وعندنا هنا جوده طبعا البطله المعجزه. كل دول ابطال النادي الاهلي وابطال منتخب مصر، بينافسوا في مستوى دولي ومستوى افريقي ودوري العاب البحر المتوسط وكمان اولمبياد. عمر عصر كان معاه انجاز في طوكيو، 15000 هنا جوده و34000 مصطفى عسل. يعني مش المفروض يبقى الكم اكبر من كده ده في الرياضه دي بالذات؟ ده المفروض، حتى متطلباتها ماديا مش مكلفه زي الرياضات الثانيه. ده اللي عايز
داود. التنس الطاوله اكيد مش زي الاسكواش، مش زي التنس. يعني تنس الطاوله مش زي التنس او الاسكواش كتكلفه. أيوة. مش تتطلبش قوي يعني معسكرات طبعا كبيره زي الالعاب دي، لكن هي برضو رياضه في نفس الوقت لازم ينتم بيها من نشء من وانت صغير. زي ما هي لعبه مفروض شعبيه، مفروض ان يكون الناس بتلعبها حتى وانت مع اصحابك بتلعب تنس طاوله عادي، اللي هو انت ممكن تلعبها مع اصحابك وانت خارج طبعا. مش لازم تكون في نادي او حاجه طبعا. لكن هو لازم يكون في اهتمام بيها يعني زي الالعاب الثانيه. هرجع لموضوع الاسكواش، بطوله بريطانيا المفتوحه الاخيره دي. أيوة. يمكن مصر واخده 6 ميداليات ذهب من 10، يمكن امريكا واخده 2، وانجلترا واخده 1، والهند واخده 1. مصر واخده 6 ميداليات، منهم امينه عرفي اللي هي بطله العالم للناشئات، لعيبه منتخب مصر، دي حاجه كبيره جدا. مروان عسل اللي هو شقيق طبعا، هو بتهيألي 8 ذهب و6 فضه بتهيألي لو انا مش غلط. 6 من 10. اوكي، 6 من 10، 6 وامريكا واخده 2، وانجلترا واخده 1، والهند واخده 1. تمام. مروان عسل شقيق التايجر المصري اللي هو بطل النادي الاهلي، مروان عسل مصطفى عسل. طبعا دي حاجه كبيره جدا انه كمان اخوه الصغير او شقيقه الاصغر بيكمل انجازاته وهو لسه صغير في الناشئين. وعندنا كمان تاليا شريف، وعندنا امينه عرفي بطله العالم، عندنا اكتر من عنصر في الناشئين او في الناشئات بيحققوا بطولات في الاسكواش، وبيكملوا طبعا انجازات الناس الكبيره اللي هم متصدرين التصنيف العالمي زي علي فرج ومصطفى عسل ونور الشربيني ونوران جوهر وهاني الحمامي. فالاسكواش بيتواصل فيه الانجازات، ولما تكون لعبه اولمبيه هنحقق اللي احنا يعني بنحلم بيه. نفسي الاسكواش تبقى لعبه اولمبيه. اتمنى لان مصر هتفضل مهيمنه فتره في اللعبه، حتى لو بقت اولمبيه هنفضل مهيمنين فتره، بعد كده مش اللي يحصل محدش عارف، لكن هنفضل مهيمنين فتره وهنحقق. طول ما احنا مهيمنين هي مش هتبقى في الاولمبياد يعني. بديهي فارقين احنا ولا ايه؟ مش مكتوب لنا يعني نبقى ضامنين ندخل على اي يعني دوره اولمبيه الا لما انت تنظمها بقى، تنظم ان شاء الله في سنه من السنين الاولمبياد زي ما كان مطروح. يعني ممكن ساعتها 34 في خطه ان شاء الله 2034 وربنا يكرم يعني. هلا بنت الاهلي جميله، وجت معانا في اول حلقه في 10 الصبح في البرنامج، اول حلقه لينا انا وكريم كانت من سنتين ونص، كانت معانا. وقد ايه هي بتتكلم، طبعا هي كانت وقتها كمان اصغر من سنتين ونص، بس تحس بجد مشروع بطل اولمبي زي ما كان كابتن محمود الخطيب دايما بياكد لما بيتحدث يعني عن ابناء النادي الاهلي وتحديدا هانا جودي، بيقول لك ده مشروع بطل اولمبي. فان شاء الله يعني تقدر ان هي لسه قدامها سنين طويله، هي لسه صغيره جدا، بس هي فعلا زي ما بتقال بطل استثنائي، لان هي بتلعب مع سنها وبتلعب مع سن اكبر وبتنجح. ف يمكن في افريقيا، في بطوله افريقيا الاخيره هانا جوده كسبت واحده اكبر منها بحاجه و30 سنه. بتكلم مع والدتها، البنت كانت مخضوضه، هي بتلعب واحده جسمها اصلا لوحدها قدامها صعب، صعب انك بتلعب حد كده وخايف حتى من نظرات وشه. البنت بتلعب بتركيز شديد جدا، هي طبعا موهبه عظيمه وفذه، ربنا يحميها، وفي دعم كبير جدا ليها من النادي الاهلي ومن الوزاره ومن اللجنه الاولمبيه ومن والدتها كمان الدكتوره رضوى عزل. بحب اشكرها جدا على دعمها لبنتها طبعا. الدوله نفسها مهتمه بهنا جوده، واعتقد ان هنا جوده واللي زي هنا جوده كانوا من الاسباب الرئيسيه وراء القرار المتعلق بمشروع يعني صناعه البطل الاولمبي. طبعا يعني اكيد لما بيظهر عندك موهبه زي دي وفي السن ده وبيعمل انجازات دي في سن صغير، ده بيديك امل ان انت ماشي صح، وبيديك امل ان انت لازم تبني على الجيل ده، الناس الصغيره دي او الناس الابطال اللي هم الصغيرين دول اللي هم فعلا بيحققوا انجازات في سن صغير، دي بقى العقليه هنا اللي بتفرق بعد كده قدام، بتخليهم بعد كده ابطال بيرفعوا علم مصر طبعا. صح، ده اكيد. صح. كلام محترم جدا. دلوقتي بقى احنا عندنا ملفات تانية كتيرة، نخش على منتخب اليد. نخش على اليد، وده كان خبر معانا انا وكريم برضو النهاردة. واتكلمنا على ان المنتخب فقد بعض العناصر الاساسية فيه عن اخر طبع البطولة، ومنهم احمد الاحمر للحق يقال. ف بتشوف ده ازاي تأثيره على المنتخب؟ هل فعلا ممكن انه يؤثر بالسلب او بشكل كبير على ادائنا وعلى البطولة القادمة، ولا هيبقى في تدارك لل يعني العناصر اللي هي للاسف مش هتشارك او اعتزلت دوليا تحديدا؟ قبل اي حاجه، منتخب اليد ده منتخب مشرف جدا طبعا، مش بس في الكبار وفي الشباب وفي الناشئين، كره اليد في مصر هي لعبه مشرفه. انا من وجهه نظري هي اللعبه الجماعيه الافضل في مصر، من حيث الانجازات ومن حيث الارقام ومن حيث كل حاجه والتاريخ كمان. فانا شايف ان هي اللعبه المشرفه. هنتكلم عن منتخب اليد بطوله العالم اللي جايه ان شاء الله، اللي هي يوم الجمعه الجايه ان شاء الله، اول ماتش لمنتخب مصر مع كرواتيا، بطولة العالم في بولندا والسويد. يمكن منتخب مصر فقد عناصر قوية، أبرزهم طبعا الأسطورة أحمد الأحمر قائد المنتخب وهداف مصر التاريخي طبعاً، واللي حقق أكبر إنجازات في كرة اليد على المستوى الدولي والمحلي. صحيح. كلاعب لأندية أو حتى كمنتخب مصر. صحيح. طبعا ده اعتزال الدولي، طبعا ده قرار يعني شخصي وقرار يحترم، لأن أحمد الأحمر قدم الكثير لمصر وقدم الكثير كمان لناديه، فطبعا كانت يعني حاجة مؤثرة جدا لمنتخب مصر قبل بطولة مهمة زي دي. لكن هو
يعني احمد الاحمر اعتزل في وقت مهم جدا، اعتزل في وقت هو في اعلى ليفل ليه، واخد بطوله افريقيا ومنتخب مصر، متاهل لبطوله عالم، وحقق كل الانجازات الممكنه والغير ممكنه. طبعا فانا شايف ان هو كمان. طبعا اكيد احمد الاحمر اسطوره، يعني اسطوره رياضيه، فهو طبعا المنتخب كده يتاثر بمكانه. وعندك اصابات، عندك يحيى برضو مش موجود، والطيار مش موجود، فبرضو في بعض العناصر المهمه. انا مش عارفه هيكونوا الاصابه خفت ولا لا، بس يعني برضو دول مصابين. لو هنتكلم على القايمه، القايمه شهدت غياب احمد الاحمر بسبب الاعتزال، شهدت غياب يحيى خالد اللي هو نجم فيسبر من المجري، اللي هو من افضل لعيبه مصر في اوروبا، والمرشح لافضل يعني اكتر من جائزه في المستوى الدولي، للاسف قطع في الرباط الصليبي، وهو واحمد الاحمر في نفس المكان. طب ومحمد الطيار وضعه ايه؟ لا، محمد عصام الطيار هو استبعاد فني. استبعاد فني، استبعاد فني، لان الباروندو المدير الفني لمنتخب مصر خد محمد علي اللي هو بيلعب في الدوري الاسباني دلوقتي، وخد عبد الرحمن حمايد حارس النادي الاهلي، خد كريم هنداوي حارس منتخب مصر. طب احنا لما نتكلم عن عدم وجود الطيار لاسباب مثلا متعلقه بالاصابه بيبقى كلام منطقي، لكن يتم استبعاده يعني لاعتبارات فنيه، مش محتاجه شويه تفسير دي؟ بص، انا لو هتكلم مع حضرتك في الموضوع ده، هو كابتن حماده النقيب هو دلوقتي المدير الحارس مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر كره اليد. فاكيد لما بيكون اختيار فني من كابتن حماده النقيب اللي هو احد اساطير كره اليد وحراسه المرمى كره اليد، فانا ما اعتقدش ان انا يكون ليا تعليق. لكن الفتره اللي فاتت انا شايف ان عبد الرحمن حمايد حارس النادي الاهلي لازم يكون موجود، لانه مقدم مستوى كبير جدا مع منتخب مصر ومع النادي الاهلي. محمد علي محقق مستوى كبير جدا مع منتخب مصر في افريقيا الاخيره، وكان موجود بشكل اساسي، وكمان في فريقه الفرنسي اللي كان موجود فيه قبل ما انتقل للدوري الاسباني الموسم ده. كريم هنداوي هو حارس دولي وخبره وحقق كتير جدا مع منتخب مصر الفتره اللي فاتت، فبرضه تواجده لازم يكون موجود. محمد عصام الطيار بيلعب مع لايبزيج الالماني، محترف في الدوري الالماني ومن اقوى الدوريات، وهو حارس كبير وحقق للنادي الاهلي وحقق لمنتخب مصر مستوى كبير قد كده، وحقق انجازات طبعا. يمكن الفتره اللي فاتت دي هو باروندو او كابتن حماده النقيب ما شافوش ان هو بيشارك بصفه اساسيه، ما بيشاركش بنفس المعدل اللي بيشارك فيه اللعيبه الثانيه سواء مع المنتخب او مع انديته. بتتكلم على مع فريقه ولا بتتكلم على المنتخب؟ لا، الاثنين. مع لايبزيج الالماني ومع منتخب مصر، فهو شايف ان الحراس اللي فادوه الفتره اللي فاتت ولعبوا بشكل زي ورجليهم في الملعب هم دول اللي اقدر اخدهم. فانا شايف ان الاستبعاد ما فيهوش اي مشكله، هو استبعاد فني مش تقليلا من عصام الطيار، على قد ما الناس الثانيه اجهز. ده وجهه نظري وده اللي انا شايفه، واعتقد هو ده اللي ممكن يكون صح. فهو الموضوع عادي جدا، لكن الاختيارات في القايمه انا مش شايف اي مشكله بصراحه في الاختيارات، لان للاسف الاصابتين الاصابه او الاعتزال الدولي هياثروا جدا على المنتخب طبعا. احمد الاحمر ويحيى خالد من اقوى اللعيبه في منتخب مصر طبعا، كل منتخب مصر رجاله كلهم لعيبه على اعلى مستوى، لكن المركز ده يمكن هيبقى فيه مهاب سعيد طبعا. ومحسن رمضان نجوم النادي الاهلي الشباب طبعا، هم لعيبه كبيره جدا ولعيبه المستقبل قدامهم، لكن طبعا اكيد هم مش بنفس المستوى بتاع احمد الاحمر او يحيى خالد. ويحيى خالد بالذات، لان يحيى خالد الفتره اللي فاتت مع فيسبريم المجري او مع منتخب مصر هو افضل لاعب كمان في افريقيا اللي فاتت، بطوله افريقيا هو واخد افضل لاعب، افضل لاعب وافضل يعني واخد جائزتين فرديتين في البطوله. فيحيى خالد بيلعب في مستوى عالي كبير جدا دوري ابطال اوروبا، فكان غيابه عن البطوله هو هيبقى مؤثر جدا لمنتخب مصر في الحته دي. لكن باروندو والجهاز الفني واللعيبه كلها على اعلى مستوى، مصر حققت حاجات كتيره جدا الفتره اللي فاتت، يمكن البطوله الاخيره في مصر حققنا مركز سابع، واخدين افريقيا ومتاهلين لبطوله العالم. مصر طبعا هتلعب في المجموعه السابعه اللي هيكون فيها طبعا منتخب المغرب وكرواتيا وامريكا، مجموعه مش صعبه منتخب مصر، والبدايه دايما مهمه، البدايه دايما مهمه اللي هي ان شاء الله يوم الجمعه قدام كرواتيا. مصر المفروض توصل لابعد حته في البطوله دي بالنظر للمجموعه اللي معاها الوقت، لكن لازم تكسب اول ثلاث ماتشات دول طبعا. توصل للدور الرئيسي بالنقط بتاعتك، بعد ما توصل للدور الرئيسي تفكر بقى بثلاث ماتشات تانيين اللي يوصلوك لقبل النهائي. طب مين المنتخبات اللي ممكن نخاف شويه من مواجهتهم يعني معانا، اللي ممكن نقلق، اللي بيبقى فيها مثلا تنافسيه عاليه؟ يمكن مش دلوقتي يعني في المستوى الاول. لا، اشرب ميه بقى لو كده. على طول. لا لا لا، ما تسكتش ما تسكتش، شرقه تيجي كوبايه الميه تحضر. اللي حصل ده انت خفت من ايه؟ السؤال ولا ايه؟ اتحسد مننا، اتحسد مننا. لا لا، هو بس خد وقتك، خد وقتك كده خالص. الف سلامة. يمكن الدور الاول اللي هو على منتخب المغرب او مجموع الفرح تقريبا اللي احنا نشرب ميه يا ريس في الدقيقه اللي متبقيه على نهايه الفقره، لان صحتك عندنا اهم يعني في الدنيا كلها. ان شاء الله يعني الدور الاول اللي هو يبقى فيه منتخب المغرب وامريكا وكرواتيا. انا شايف ان هو بدايه المستوى او المباريات مش تبقى صعبه. الدور الرئيسي هو المهم. يعني الدور الرئيسي انت ممكن تلعب الدنمارك،
مجموعه ثامنه. طبعا طبعا الدنمارك لينا معاها سابقه في بطوله العالم اللي فاتت، ان كان في ماتش صعب جدا ومستوى قوي جدا وماتش خلص في الاخر بركله الترجيع. صحيح. فانا شايف ان الفتره الدور الاول مش صعب، الدور الجاي او الرئيسي هو اللي صعب، تطلع بنقطك اللي اخذتها من الدور الاول ودي اللي بتفرق معاك في التاهل للسيمي فاينل او لا. طيب. فانا شايف ان انت لازم تركز في الدور الاول تطلع بالعلامه الكامله، بعد كده تفكر في بعدها بقى لكل مقام المقال زي ما بالظبط. طيب احنا بنشكرك على وجودك معانا النهارده، نورتنا واسعدتنا وافدتنا بمعلوماتك الوفيره، شكرا ليك يا علي. نورتني علي بجد، وان شاء الله لينا لقاء اكيد اخر. قبل ما نختم هذه الفقره انا وكريم مع حضراتكم، بس اسمحوا لنا ان احنا نقرا هذا الخبر العاجل اللي وفدنا دلوقتي حالا، يعني الاهلي بيتقدم بخالص التعازي للدكتور احمد سعيد نائب رئيس النادي السابق في وفاه والدته الكابتن محمود الخطيب طبعا رئيس النادي والساده اعضاء مجلس الاداره وقطاعات النادي الرياضيه والاداريه، بيتقدمون زي ما حضراتكم شايفين مكتوب بخالص التعازي للدكتور احمد سعيد نائب رئيس النادي السابق في وفاة المغفورة لها بإذن الله والدته، دعين الله المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وقال لا طبعا عايزين نعزي أسرته وإن شاء الله يعني ربنا يرحمها، وزي ما بتقال الواحد ما بيحبش يسمع حاجات زي كده بس هي دي سنة الحياة. خلينا نروح فاصل مع حضراتكم وهنرجع، بس بننوه مرة كمان هي فقرة مسجلة هتكون مع دكتور إيمان المراكبي بعد الفاصل.